طبعا الكابتن محمد العويس حارس منتخبنا وما حد يقدر يقلل من امكانياته الكبيره، ولكن فئه كبيره من الهلاليين شايفين انه ثقتهم اعلى بالحارس المغربي الكبير ياسين بونو. هل تتوقع نشوف بونو ضمن الخماسي الاجنبي ولا جيسوس واثق بالعويس؟ وهل العويس يتحمل الاهداف الاربعه بالذهاب اصلا، ولا كان مثلا بونو لو هو الحارس كان تمكن من صدهم؟ اعتقد انه في ظلم كبير من جماهير الهلال انه يحطون على العويس. المشكله ابدا ما كانت في العويس، المشكله في العاشرة اللي كانوا في الملعب اصلا، كانوا قاعد يقدمون فضايح ومن أسوأ المباريات اللي يمكن تشوفها للهلال. فما له دخل يعني الحارس. ما له دخل حتى العويس ولا بونو. الدفاع نفسه اللي كان هو الحامي العريم اللي في قدام بونو كانوا ضايعين، كولاباري بلاهي جدا كلهم سيئين غير اللي قدامهم. انت لو مكان جيسوس بتحط بونو مكان العويس في المباراه القادمه؟ لا، انا بحكمل نفس الاجانب بنفس الاجانب. يعني ما تبي تضيع خانه اجنبي في حارس. حارس والعويس كبير من اكبر الحراس، يستاهل انه يمسك. ظلم مره من جماهير الهلال انهم حطوه في العويس، مشكله مره، الموضوع كبير اكبر من العويس بكثير. الهلال كله كان سيء، وباذن الله حيتحسنون وبنشوف شيء مش طبيعي في يوم الثلاثاء. هذا الشيء اللي نقدر نقوله باذن الله حيكون قدها.